واضحة لتنمية هذه المناطق إن شاء الله. وأنا جد متفائل بالقدرات اللي موجودة، خاصة أننا إن شاء الله متفائلين جدا باش يكون فيها ترقية، ويعني أهم الإجراءات إن شاء الله يكون يعني يجين في إطار تعاونيات لكوبيراتيف جميع يعني خاصة. هذا اللقاء التشاوري اللي راح يزيد يتوسع إن شاء الله، ويكون تحضير للقاء وطني لنأخذ فيه جملة من تدابير ميدانية وفعالية باش نروحوا بسرعة ونأخذ جميع الإجراءات، خاصة التسهيلية من جانب الإداري، واللي تكون عندها تحفيزات وتخلي كل يعني مستثمر، كل شاب اللي عنده القدرات عنده إضافة يجيبها، نسهل له إن شاء الله يكون فيه يعني ترقية يعني الزراعة الصحراوية. وهذا ما نأمل عليه وهذا ما نسحر عليه على تفعيله. ما نتكلموش فقط على الأراضي والمياه والكهرباء وغير ذلك، ولكن نهتم كذلك بالتسويق والتخزين تاع المنتوجات الفلاحية في الصحراء، والمشاكل اللي ربما تعرقل المستثمرين في ميدان تثمين المنتوجات في الصحراء.